اطول مسلسل مغربي ما بغاش يسالي، كل مره حلقه جديده وديما شابكه. اي حاجه بغيتيها كتلقاها في هاد الناس، تبرقيق المعطيه الدراما الاثاره والاكشن كلشي موجود. تحلف عليهم الى غير شخصيات من مسلسل من دار لدار كنت صور حاليا. ونبداو بهذه اللي من نهار عقلوا عليها المغاربه وهي مظلومه ومحقوره، زهرها عوج وكاع الظروف ما عندها، ونفس السيناريو ديال البكا والشكا والقوقعه هاد العالم الاحمر باقا عايشه فيهم. تقول غير فاتحه بنت العريان قريه عليها شي تعويذه ديال هاري بوتر من كتاب لازهر لميمونين البوزين. وتاني كوبل اللي ما يمكنش ما يخلقش الجدل لدرجه ولاو كارين عندي بلاصه في لاباج، اللي هما خوله وعلاء وشكون اللي ما عرفهمش، واللي عايشين حياتهم بسياسه اللي دخل سوق راسهم ماشي راجل، كيلوحوا لك ستوري ويخليوك كتقلب كثرت الفضول وما عارفش اش كاين. المهم منوضينها والسلام عليكم. وفي نفس السياق مستر كبيده اللي الفئه شوتها ليه من زهرو المنحوس اللي باين عليه الفرط تقطع عليه البيسبس. وانتقلوا لعبد الماسونه شروق الملقبه بهواريو ونوال الحكومه اي كي اي الو حبي ودي جي مها، واخيرا الغنيه عن التعريف ذا وان ان اونلي والتشينويات فقط حاره وي. فهاد الحلقه المتواضعه اللي خاصك تضرب فيها التنفيحه ديال دولي براند باش ما يطلعلكش البولشاش في راسك، غنتطرقوا للطلاق في المغرب بنكهه جديده، بالاضافه لنبدا مختصره على الناس ديال الشمال وشي فعايل ديال التقزز من داك الشر فيه. وكما العاده الا كنت جديد بغيتك تقول معايا قسما بالله حتى ندير سبسكرايب، وبما انك حلفتي فما خصكش ديرها. ونبداو على بركه الله في هاد الحريره الحامضه. طلاق كمفهوم هو شي حاجه اللي كانت مستحيله في العالم لا للمراه ولا للراجل، ومكثرت ما الكنيسه كانت مانعه الطلاق على بنادم غير اضطر البرلمان يتدخل باش يصوتوا الناس ويتصدر قانون اول مره في القرن 19 وبالضبط في عام 1857. ومع تطبق القانون معلم تم منيش غير طلق 324 واحد كلهم رجال وغير ربعه فيهم اللي عيالات وهما اللي رفعوا الطلاق ضد الراجل. والحاله الوحيده اللي قدرت فيها واحد المرضيه تفك من راجلها هي في 1801 فاش حصلت راجلها دير علاقه مع اختها، ومن قبلها في 1533 فاش هنري الثامن ملك انجلترا غطل عليه المدام في الطنطون ديال راسه وغايقول القس ديال الكنيسه بربي لازالت نهار في القصر ديالي وغيفاريها مع كلشي. ولكن عامه حتى فاش تقنن الطلاق بقى حكر غير على الرجال، وفي الوقت اللي سهلوا الشروط على الراجل باش يتطلق صعبوها بزاف على المراه، بحيث انه كان خاص يكون عندها سبب قوي والاثبات عليه. حتى اخيرا في اواخر الستينات غيطلقوا اللعب لكلشي في ميريكان. في هذا الوقت المغرب كان مزير الطرح مزيان في الطلاق، والمراه كانت دايره بحال شي بكمه، ما تقدر تدافع على راسها، ما تقدر تشكي براجلها، وخاص باها هو اللي يقرر في بلاصتها. وخا داروا تعديلات في مدونه الاسره لاول مره في 1993 الا انه المراه كان باقي ما عندهاش الحق باش تمشي تطلق راسها وبلك شايف باش تقدر تثبت للمحكمه باللي بركابي طلع ليها في صحتها. حتى غتوصل 2004 وغير تعطى المراه الحق باش تطلق راسها بكل سهوله وبلا فرع الراس، ومن تما ولادو دايرين لاباس مع العيالات اللي مكشرش ما ولاو كيطلبوا الطلاق، ولات احتماليه انه مراتك تدخل فيك اكثر من انك دير كسيده. وغير العام الفايت كان 60000 حاله طلاق شقاق، وفي احصائيات اللي داروا في 2020 لقاو على انه 70% من حالات الطلاق كيكونوا العيالات هما اللي كيطلبوا الطلاق اكثر من الرجال، وهذا الشيء على المستوى العالمي. والاسباب كتختلف ما بين انه المراه ما بقاتش كتقبل الراجل اللي تحكم ليها في مسيرتها المهنيه اولا ما كيدعمهاش بشكل عام، ولقاو على انه العيالات في هذا الوقت عندهم قابليه باش يسمحوا لك الا خنتيهم وما يعقلوش عليك الا ما كنتيش كتحمل المسؤوليه معاهم وداك الشيء ديال 50-50. وهذا الشيء كيدينا مباشره ليسرى ستيل. هاد البنت حرفيا كينطبق عليها كتاب طه حسين اللي سميتو المؤدبون في الارض، حتى ما كتبقاش عارفها واش الحياه اللي ظلمتها ولا هي اللي ظلمت راسها ولا راسها ظلم الناس الله اعلم. فمن بعد شوها عالميه اللي دارت ليها ما حتى تلقاتها ماشي بنت وهي في عمرها 15 عام، وناضت امها فضحات با حيت شكات فيه ليكون هو مولف عليها، وناضت البنت اخيرا ورات لما شكون اللي دارت معها علاقه وفقدات البكاره ديالها. اخيرا غتقرر انها تزوج به بعد ما باها مشى للحبس وامها حيدت ليها اختها وصيفطتها للخيريه. المهم الا ما فهمتيش دبر راسك، هادشي اصلا ماشي مهم، ولكن المهم انه يسرى واخا هادشي كامل غتوفي بكلمتها وغتزوج بزهير اللي حلفات لو وراتو للناس باش تبقى عايشه مرتاحه، ولكن غتبقى كل مره تحط باللي غتفرق معاه وتطلقو وتعاود ترجع في هضرتها. مره حيت كتلقاه كيهضر مع البنات، ومره كتلقاه معايرها عند البنات بالبطبوطه، وفجاه بعد ما دارت عليه 17000 فيديو فين كتقول انه صافي غتسالي معاه غتقرر انها دير هي وياه العرس، واللي بطبيعه الحال غتخلصو كامل من جيبها، والسي زهير غيخلص فيه واحد 250 غرام ديال البخور والطورطه. العرس مثلا انا غطيح عليهم تقريبا 3 مليون، وهو شنو دار في داك العرس كامل؟ دار الحلوه، الحلوه داك لاطاخ اللي شفتو غير دارها بشي 1500 ولا 1700 درهم بحال هكا، وديك الحلوه باش غيديرها ردات عليها وتخدم عليها باش يديرها هو. فاش سالينا العرس ومشينا خلينا العرس وكاس كنقول لكم داك العرس، داك العرس قال لي علاش انت قلتي داك العرس؟ قول لي على الاقل انا غندير ديك الحلوه، حلوه ب 1500 درهم صباني عليها انا غادي نخسر 3 مليون. قبل العرس قلت له صافي المهم انا غندير العرس، داكشي جبتها البخور، انا كراجل عندي العرس ولي ما عصر في والو ما صير في والو ما عطي في والو، غنمشي نشري البخور بالفرحه غنبدل 150 درهم 200 درهم غنحط داك البخور. شنو شاري 50 درهم؟ 50 درهم ما كاينش انا تنراسي غير راسي كنتبخر مره مره، عرفتي انا راه تقريبا مره قبل العرس مثلا غير يومين جاني هي العصابي في الدار القران الخوت اللي هو مسالي وجالس محل واي حاجه تقول شي حاجه مثلا على الاقل يديرها مثلا يجيب غير الثياصه مع عند السيده يجيبها ولا كيقول لي سيدي ديريها انت صافي جاني واحد من هي كلشي كنديرو كلشي كنديرو على الاقل داكشي اللي عليه هو
سيري ديري انتي سيري جيبي انتي غير تصبيق المولات الحلوه سيري ديري انتي واخا هو اللي دايرها غير البكعه غير البكعه قبل العرس اقسم بالله هما كانوا يهضروا معايا لدرجه كل شيء عائلتي خاف انهم يجيش قالوا مادام هو باغي الحلقه يقدروا يقدروا ما يجيش السبب اللي خلى يسرى تخرج طول العرض في زهير وهو انه طلع مع هاد خونا اللي خدمته 7 شهور هادي هو يرياكتي على الكونسنت ديال لبنى السريعه والام ديال يسرى ويسرى وحتى هو ولا كيعتبر راسو محامي على زهير بحكم الخبره الكبيره ديالو في عائله يسرى حتى ولات عنده قدره خياليه باش يديتكتي الكذوب ديالهم غير من السكرين فهاد المقابله اللي دارت في صالون خاوي عطى كلمه للشاب زهير باش يعبر على راسو ويكفل ليه حق الرد ويبين على انه راجل وسيد الرجال والبرهوشه هي اللي مأديه عليه وانه كراجل مغربي قايم بالواجب ديالو ولكن بنت 2000 خرجته على طوعه رساله الزوجه ديالو كيف ما توقعت زهير كلا ليه القط لسانو وكل سي الشهامه يترفع بلاصتو وعلى عكس الهضره اللي كيقول بانه شي واحد اللي داخل بيناتهم يسرى كتقول انه بكل بساطه زهير انسان غير مسؤول وكان كيضربها ويعنفها وكيخدم معها القوالب باش يخليها هي اللي تكلف بجميع المصاريف واخا عيات ما تصبر ولكن الكذوب ديالو قدام الناس قهروها وهادشي كامل خلاها تدخل معاه في صراعات حتى غتقرر اخيرا انها تفارق معاه ولكن هو ما بغاش حيت ما مسلكاش يخلي دجاجه بكمونها وفلوس بارده ويمشي هو يخدم والله يخليكم اللي غيزيد يصدمكم وهو انه يسرى في عمرها حاليا 19 عام تقريبا وهو 35 عام ودار معها علاقه لاول مره فاش كان في عمرها 15 عام ومع ذلك بنادم جاتو هاد القضيه عاديه غير حيت زعما تزوج بها ما تزوجيش واحد كبير عليك بزاف كاين واحد الفرق السن ديال 15 عام بالنسبه لي انا 18 عام هو 34 عام كون مثلا عاش حياته يكون الى سافر شبع نصف شبع قهاوي شبع ماكله ضحك شبع ضحك شبع نشاط كنت غنتزوج بواحد الراجل غادي يسافر يسافر معايا غنمشي لعمره غنمشي معايا غنمشي القهوه غنمشي معايا انا تزوجت باش نزيد نعيش حياتي ماشي باش نتدفن انا هادشي عشتو ملي كنت كنقول له يلاه نمشيو غير لابيسين قال لي ما عمري نشرى للامور تو ماشي لابيسين قلت له ملي كنت كتمشي مثلا مع صاحبتك ولا شي حاجه قال لي ديك صاحبتي ما عمري نشرى كيفضل صاحبتو على مرتو هادي ما عمري شفتها سيد في كيضربني كان كيأديني العنف في اي حاجه في اي حاجه اي حاجه كنمشي لالات مثلا كيضرب كيضرب والحرام كيبغيش يخلي فيها الامارات كيضرب كيضرب ما غيخليش الامارات كيضربني حتى كيشوف النجوم بطش كيلوح على الناموسيه كنقول له غير الناس الله يكسر غير الناس حتى كنكون شي مره صافي كيهتني كيهتني في صافي كيعيا غير الناس كيبغي بحال غيقلب ليا الناموسيه زعما هو الناس كيبغي وكان كيجري عليا من البيت الى دازنا كيبغي يجري عليا من بيتي ويقول لي خرج انا في الصالون وكنقول له لا انا حامل على الاقل خليني الناس غير هنايا كيقول لي سير انا في الصالون شنو كيقول عائلتي كيقول لهم باللي هي اللي بغات تخلص لك قال لي شوفي ودابا كيفاش غنديروا نتعاون حنايا في المصروف وداك الشيء قال لي شوفي راه اما تلك اما انا مصروف وتلك اما انا كرامتي مصروف وشوفي المصروف راه على الاقل واحد 150 درهم في النهار جيت انا كنت كنضرب على الحساب قلت 150 درهم في النهار راه ماشي سهله يعني انا فريد الشهر سنه فريد الشهر حنا كنا كاريين 1600 درهم يعني انا بالنسبه لي 1600 درهم احسن وقلت يعني انا وياه اصلا غنمشيو مثلا المرجان ما غنرضاش انا اللي كنخلص على راجل حدايا طبق الدار المرجان كنخلص ولا في السويقه كنخلص ولا في الحانوت كنخلص الو منين مشينا وجلسنا في نص الدار وتعشنا في نص الدار راه ما كايناش داك 150 درهم في النهار اللي قال لي كيخرج 31 درهم في النهار داك 50 درهم في النهار ما كايناش نهائيا شفت 5 شهور ديال الزواج جوج المرات مشينا للمارشي تقدم 5 شهور ديال الزواج يعني هو هادشي اللي تقدا فيك 5 شهور الزواج مره واحده مشينا للمارشي 5 شهور الزواج شرا جوج جلات 5 شهور الزواج كون جات عيد كبير كون عمرها شفت اللحم يمكن ولا نشوفو بالتقسيط تقسيط لاقصى درجات نسى اليوم من هاد الكوبل ونمشيو عند مستر كبيده اللي من بعد ما بقى ساكت لمده طويله واستحمل الاتهامات ديال الناس اللي قالوا ليه انت خنتي مراتك اخيرا غيطلع يشرح السبب الحقيقي علاش طلقوا واللي هو بكل بساطه اختلاف الشخصيات وهادشي كان فعل الاول في اطار الاحترام قبل ما ينوضوها عاوتاني المسائل اللي بسببهم ما حنا طلقنا في الاخر اللي نقدر نقول باكو هو انني ما كنتفاهموش انا عقليه ما كنبغي فرباط هي عقليه هي كبره فوجه سي دو مونتاليتي ديفيرونت ما كنتفاهموش اليوم مزيانين خدام دابزين اليوم مزيانين خدام دابزين هي كاركتر ديالها صعيب بزاف انا فيها بزاف ديال لي ديفو غادي نكون انا اللي غلط تقدر تكون هي اللي غلطه داكشي كيبقى ديال لو كوب حتى انا راني مكرفص راه الطلاق راه واخا تكون لاباس عليك واخا ما عرفتش واخا يكون عندك فلوس واخا عندك امكانيات راه ما ساهلش حتى بسيكولوجيك راه كانت مراتي راه ما كانش صاحبتي راه كنت كنبغيها كنت عايش معاها في دار واحد داكور مالك كاع داكشي نقدر نقولوا دوك الدابزات ودك الشيء خايب دوزنا ولكن خاكك راه دوزنا حوايج زوينين كنعترف بكاع داكشي درت على ودي ديك المره واخا كاع الناس عجبتهم الهضره ديال عمر والاول مره بنادم غيقول ليه كنا غالطين فيك ود احمد صدق شي رجوله وفعلا ما قالش كلمه العيب وحاول ما امكن يهضر على رجاء وتجربته في الزواج وماشي يهضر عليها هي بالضبط الا انها غادي تخرج بفيديو تقول انها مستحيل ترجع ليه وبلي هو دار هذا الفيديو غير باش يستعطف الناس الشيء اللي ما غاديش يعجب بزاف ديال الناس اللي ما فهموش علاش جاوباته بهذه الطريقه في الوقت اللي هو ما قال حتى شي كلمه العيب ولكن من بعد غنفهموا السبب الحقيقي على حسب هضرتها وعلاش ما عجبهاش داكشي اللي قال زيد على هذا الشيء انه مباشره بعد هذا الفيديو عمر غيدير عمليه بسبب البيسبس اللي تقطع عليه وغيضطر يجاوبها في فيديو وهو باقي في السبيطار ما تبقاوش الانسان يستعطفكم كلمه ولا زوج ماشي ديجي يبكي عليكم ويشكي عليكم ويقول لكم كلمه زوج ويبين لكم راسو زوين تجي فيديو فيه 8 ديال الدقائق وحتى تجي بوست ماشي ستوريات ماشي بقى تما ومشي طلع المشاهدات ماشي ديال الفولورز وبغيتي تستعطف الناس وشي لا من حاجه وبقيتي كدوي عليا زوين وداك الشيء كامل هذا الشيء حتى دابا درتي حتى لقيتي الهجوم من عند الناس حتى جبتيني اخر حاجه نقدر ندير هي نبان عليك حتى نطلب لكم بلوكي كاع لي فوق كاع فاش كندير دير بلوكي شي حدا كتبلوكي كاع لي فوق ما بغيتش نزيد نجبد لك لا بالزمن لا بالخيبه ما كلاشيتكش ما معنيش عليك في الكومونتيرات ما معنيش عليك في لي بوست من بعد ما كلاشيتي فيا حتى عيطت في الكومونتير مع صحابك من بعد ما الناس كانوا كيسبوا فيا ودير لهم لايك وتجاوب
بهم. من بعد ما كنتي كتمعني عليا كل مره الاتات هذا كاش كخصك اصلا تحط في ستوري، يعني كاش تحط في ستوري انا الملهي بنوبي ودنوبي ملهي في هذه الاغنيه ديما كنحطها انا وعزيز عليه وحطتها طمال دفو حطيتها عندك علاش بغيتي تجبدني الله اعلم، وقلتي شي حوايج اللي ما كاينينش، وبغيتي تلعب دور الضحيه وبغيتي تلعب دور الفيكتيم وبغيتي تلعب دور المظلوم وبغيتي تلعب انت اللي كنتي مظلوم في ديك الزواج وبغيتي تلعب انت هو الضحيه في ديك الزواج وانت هو اللي كنتي مزيان. المهم ديالك الله يرحمها فضلها ما تبقاش دير الدراما، ما تبقاش تلعب دور الضحيه، ما تبقاش تدخل الموت ديال امك في الشده والفد. انت طلقت وما تسليك ماماك، راه انت ما طلقتش وما عنديش ماما اللي توقف معايا، وما كندخلش هادشي، ما كنحاولش نلعب دراما، ما كنلعبش، ما كنحاولش نلعب دور الضحيه. يلا خليتيني اوبيراسيون الا بيني كنتفاجئ طويل كيوصلوني على ان الطريقه ديالي خرجت تهضر كتقول لكم انا راه كنبدل الفيديو كنقلب على المشاهدات كنقلب على شكون اللي دار خمسه ديال الريلز خمسه ديال الفيديوهات انا ولا انت، شكون اللي دار فيديو يوتيوب انا ولا انت، شكون اللي كيخرج ويهضر ويدير 700000 ستوري ويبين انه راني مراه قويه وانا 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 باش انا خرجت كندير داكشي. انا داكشي كنعيشو بريفي ما كنبينوش، كنحط انا سبور ستوريات وصافي، عندي ما ندير نبين انا حياتي الشخصيه. شكون اللي كيسكرين لي ميساج البنات باش يبين احق اشوف راه عندي سبور واش انا ولا انت؟ اتقي الله الله يرضي عليك راه اللي فيا كفي، واش كتقلبي تحطميني تهدميني كاع كومبليتوم؟ حيت هادشي اللي بان لي انا والله اعلم. هذاك الفيديو اللي كنت درتو ديال الدار خوات، هذاك كان فيديو باش نعلن على الطلاق بطريقه غير مباشره، حيت الطلاق والوفاه كيخصهم يتعلموا باش كون كوا شي داك الانسان في واحد البلاصه ولا هذا تعرفوا انه مطلق وما تحكمش عليه. هذه الاولى. الفيديو اللي درت البارح كون ما كانتش الاصابه ديالي اللي هي اثرت عليا بسيكولوجي كما رجعتني فابل، ودوك لابريسيون ديال دوك لي باج اللي كيحطوا فيديوهات ديالي قدام ويلصقوا وجهي، ودوك الناس اللي كيبقاو يجبدوني بالخايب ويخسروا السمعه ديالي وباغيين يحطموني، انا ما كنتش غنخرج نهائيا من الهضره، كنت القافله غتسير والكلاب وتنبح. واخيرا وليس اخيرا هادو اللي في بالكم، ولكن هاد المره ما بفضيحه ما بشوهه ما بغوات ما بوالو، ستوريات على شكل الغاز للكاتبه اغاثا كريستي، الغموض والاثاره وشكون هو مول الزبله ولا من نايضين هاد المعاني، واحد باغي يعاودينا على حياته باش ما نتقلبوش بحالو، والاخرى الله اعلم شي واحد ما كيحترمهاش انت ولكن باقي ليا بيناتهم. وفي نفس الوقت خوله قالت باللي غتخبر واحد 7 شهور على اساس زعما غتسمح فلوس الاشهارات اللهم لا حسد. وهنا كتدخل نوال الحكومه، هاد نوال كتمثل الانسان والغريزه اللي فيه قبل ما يداروا الاخلاق، ختنا باقا خضره وما كتعرفش لشي حاجه سميتها الاتيكيت، الصواب كتعرف ديرو غير فاش كتكون معروضه وكتضرب شي حطه سويه الملايين، ولكن تجيها على غفله تلقاها برهوشه لابعد الحدود وكتموت على النميمه تماما بحال فاش كتبغي دير فيها كرامتي عفاتي وما كتبغيش تبان برقاق. ايوا هي ما عندهاش هاد القضيه، وفي سبيل التبرقيق وانها تجيب الخبيرات في ميكسهم كدير لايف وتبدا توزع في الحقائق، بحال فهاد اللايف اللي بدات كتمعني فيه على شي كوبل وكلشي ناض كيقول ان هاد الكوبل ما يكون غير خوله وعلاء. كنت اختي غادي نعس قلنا سالينا النهار نتبركيكم من الاخبار، اختي جيني واحد الفيديو واحد الفيديو يا قوتي واحد الفيديو صافي اختي داكشي اللي سمعت داكشي اللي شفت بعويناتي وسمعت بوديناتي ما كمل والو، قال انا قال لك خصهم يضربوا شهر ونصدقوا ضربين اختي غير شهر هذا المنكر انت هذا المنكر. ويلي 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 على فيديو شفت ويلي على شوها ويلي على فضيحه ويلي داكشي اللي شفت راسي حقني راسي حقني يا خوتي قربلوها قربلوها دخلوا بعدا عند خونا غتلقاو مساح تصاور مسح كل شيء جماعه حبوا تبن امسح 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 هذا الشطابه ويلي 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 الطيحه ويلي ويلي الطيحه وكيبقاو علينا بالعروسه تيبداو علينا بالشطيطيحات وانا جاب لي ايفون من 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 الانجليز الانجليز جابوا لها الانجليز جابوا لها يوم شي ختنا كانت غتصيفط خونا للهبس وليتكم كاع صيفطاتو اسمعوني نقول لكم مشات هي وياها خوتي دوزو واحد الكولاط ايوا يا خوتي واش وقع في ديك المدينه ما غنقولكمش سميت المدينه جالسين ما عليهم ما بيهم هكا كيف الخويرات داك الشومبر ديال لوطي حتى الناس ديال لوطي كيسمعوا واك واك عباد الله عتقول روح واك واك عباد الله عتقول روح واك واك والعداو وقال لك سيدي السكان كيتشايرهم الشراج اقسم بالله ويلا كذبت عليكم بغيت ربي ما تصبحش الرده الا هادشي تنقول لكم الا بصح هاكا السكان وبلي ما راسك ديال الصباط تصبر ديال فرج على واحد السيده مسكينه في داك لوطي فرج كتحصك من السجن ايوا يا خوتي وختنا فلا كتغوت تقول لهم واك واك غير صوتها اللي كيتسمع غير صوتها اللي كيتسمع يا خوتي غير صوتها اللي كيتسمع صوتها كتغوت تقول لهم واك عباد الله كتقول لهم يا امك تصدق هكا كتقول عرفتي واحد الفيديو اخوتي ما كنتش كنخاف اخوتي نمشي انا نبيله شي دابز وشي مشي ياكل العدس لا 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 كتقول والله تصدق والله كتضرب هكا في وجهها كتضرب تغوت هو مسكين السيد غير صدام قداش ما هو سمار ولا الولد زاق 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 قد ما فيش اقسم لكم بجلاله الرحمن يا خوتي هادشي شفتو بعوين تقول لي انت كي درتي شتيها الحكومه اختي عندي الناس ديالي ناض خرج هو تبعاتو هي هبطوا للريسبشن عرفتوا شنو هي الريسبشن راكم عارفين الريسبشن ما نقدرش عليكم بزاف بقاو بوك تشري تربح شي يضرب شي شي غوت وهي كتقول لهم واك قولوا لي شنو هو السبب وغنقول لكم اخوتي الله اعلم شي تيقول حكايه تيقولوا بان قالت له ديني واحد البلاصه اللي تشرب شويه ديال الكوكا وداك الشيء شي تيقول انا حنا ما عرفناش السبب حيت فاش موضوع طيحوا الروح بيناتهم وداك الشيء بيناتهم حنا سمعوا غير الغواتات وكوك عباد الله وكوك عباد الله بغيت نصطر الحب يا ربي يدير شي تاول الخير وهاد الانسان هادي تحيد منها الضد وتحيد منها داك الشيء لانه ما غادي تستافد والو غير تمرض راسها وتمرض انت انايا عندي موضع واحد اللي نقدر نهضر فيه ولا نقدر ناكد ولا نقدر نقول اه بصح هو ديال بانني انا بصح جات عندي استافيت الاوتيل وهزاتني دارتني استافيت ثانيه ومشيت للكوميساريه ودار بيا محضر ودرت محضر انايا على ود
مشكل بسيط كنا فيه ولينا بان ضرب وتعدي وباطل وظروف خايبه بزاف وغوات وشوها وشي حوايج فريمون ما كنتش باغي داكشي يوصل انا والسيده اللي عارف الحقيقه ديالنا وحنا اللي عارفين شنو الظروف اللي كندوزو منها وشنو المواقف اللي كندوزو منها. الا كانت كتشوف هادشي هذا يا ربي نتفاك انا وياك على خير وبخير يا ربي حيت انا ما قادرش حيت انا فريمون عيان جامن وشي حاجه خايبه فريمون انا كنت كنبغي حاربت فريمون انا درت كلشي داكشي كنت كتشوفو عمرني ما متلت حاولت البارح والبارح باش يكون سلمي مازال حتى الساعه كنسين سلمي وغد الانسان هذه تحيد منها الضد وتحيد منها داكشي لان ما غادي تستافد والو غير تمرض راسها وتمرض انت انايا يا ربي ان شاء الله. وفي اطار النقابات والامل الجمعوي والتحالف العسكري اللي داير النوال ورضا فهما ديما كيطاكيو على بعضياتهم وباش تفهموني على من كنهضر نمشيو عند هاد اختنا اللي لعبه بوحدها ضد ايكيب ديال المحتوى التفاهه المغربيه الزيانه شروق اللي معروفه باللياقه ولامود والبريستيج والتعفر اتبع كي يكون كان بنادم وخلاص وكتميز بانها كتهضر بلونجلي بالماجيسكول. شيخة شروق بستوري وحدة شعلت العفسة في أباطرة التيك توك والمعطية ولكن اللي ما فرصهاش هو أنها جات حتى البلاد في ليوجا الرواح كيحسب لها غير أجي ودير ستوري على ولد الشنوية خونا بني إمبراطورية العلاقات الدبلوماسية مع أصحاب المحتوى مازال حتى ما وصلتش لدارها بداو هما كيطلعوا بها المحتوى. الزيت اللي كانت هنا مشات هاو ار يو البلان هو انه واحد الدي جي دارت الحفله الشهر السابع وعلى حسب الهضره ديال شوف تيفي شي سماها سابع شي سماها حفله تطلق وشي سماها خدمه عرضت فيها على خوله وعلاء وهما اقترحوا عليها باش يجيبوا المشاهير اللي كيعرفوا بحال ولد الشنويه والحكومه والقائمه طويله واللي كلهم وعدتهم باللي غتخلصهم كاملين ب 10000 درهم لواحد ولكن من بعد ما الصندوق الدولي رفض يمول ليها هذا المشروع الخيري الشريف فماها غتخوي بهم وتصدق مخلصاهم غير ب 5000 درهم. اما شروق عرضت عليها بوحدها حيت كتعرفها بالخدمه ديالها من شحال هادي دايجا ماما كتسناني برا في الطوموبيل ماما اللي وصلتني قلت انا غادي ندخل نسلم ليها ونعمل صوب وغادي نخرج بحال كيما دخلت نسمع كنتفاجئ بديك الدخله ديال ديك السيد شفتو صافي سلمت على ولاد سبوع عادي وخرجت بحال قلت ماما يلا نمشي ورا راه شفت شي حاجه راه خلعتني طبعا انا اول مره غادي نشوف شي واحد تي لابس الذهب وربما ما عمرك شفتيها وحنا ما عندناش هنايا في مدينه طنجة بنات الو كوبيتات هاو 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 ادب ادبني يمك من قدامي وانت نفسك تعاد الو بنات مختلفه وللاسف الامر ان كانوا الناس كيصوروني وهو كان واقف قدامي وانا معروف في الطلعه ديالي ولا معروف على المحتويات ديالي ومعروفه مع الناس يعني ما نقدرش نتصور واش فهمتيني شنو كنبغي نقصد. المهم لهم شروق ملي وصلت لقات الناس كاملين مجموعين وتما فين غيبان ليها ولد الشنويه وهي تخرج تم منيت قبل ما تشد معاه فشي تصويره ولا فيديو. السيده قال لك احقا ما حقا النيفو ديالها والمستوى الثقافي والاجتماعي ماشي ديال دوك الناس وملي خرجت داك ستوري كتنمر عليه وعلى الذهب اللي داير والستيل ديالو ندمها على النهار اللي عرفت سميتو بقى يعطيها للراس حتى ولات طالبه التعادل. دخل واحد السيد ما عرفتش شنو كيقول له ولد ولا ماشي ولد شي حاجه سمعت الناس كيعيطوا ملي سولت على شكون هاد السيد هذا قال لك بلي راه هذاك مشهور عنده ملايين المشاهدات وكيتفرجوا به الناس. انا بعدا خلعني نوض خرج يلا الناس كيقولوا لي جلس معنا شروق يلا دخل ملي شفته كيفاش كيشطح واحد بيجامه نوم ديال الحريم ولبس حريم اصلا وكيفاش كيشطح هاي ما بغاش نفس البوزيسيون بقى عليها حتى انا السيد وقلت بناد انا اللي تنعرفها شريف وعفيفه وتنعرفها لا كريم ولا كلا من ما تيشرفهاش واحد واحد العز تخرج دير بلوكي كلشي وما تتحضرش على وجهي انت بغيتيني بحال هكا تستفزيني ونهضر عليك انا ما غتستفزنيش انا غنعاير لامك الاصول ديالك وغنعاير لك الجدود ديالك. مهم بعد غتقول بلي نوال جات عندها 5 ايام قبل ليفنت وبقات طلقه ليها رجليها وكتشها ليها وزادت هي ولد الشنويه كيقولوا لها خصنا نديروا شي خطه ضروري حيت ما يمكنش هاد السابع يخرج بلا بوز فاش غنديروا ما نديروا اش نوضوا الصداع الخوله وعلاء وانت اللي غتخرجي تشكي منهم وتما فين خدنا غتفرش لهم كلشي وحتى من الخدمه اللي كيديروا حطاتها لهم بالتفاصيل بالرغم من انه في الحفله كانوا كيبانوا فاهمين الا ان من بعد غتقول بلي اكتشفات فيهم كميه كبيره ديال الشر وملي نوضا خونا مع شروق وكانت معاه حتى هي والحكومه وشفت كيفاش خرجوا فيها عيطت ليه باش ينعل الشيطان وقال ليها والله ما عطاتني 20000 درهم لا بعدت منها. شروق براسها ملي كثر عليها السبان وتجبد لها الصداع مع خوتها وتعجنات مع راسها كيف ما قالت هي بالطنجاويه عيطت ليه واعتذرت حيت كريتيكاتو النهار الاول وهي ما كتعرفوش حيت زعما بغات تتعامل معاه بحضاره داكشي ديال الاعتذار والحوار والاحترام ولكن بحال كتكب الماء في الرمله. وحسب الفيرسيون ديالها هي ولد الشنويه وعدها باللي غادي يحبس من السبان وانه كل ما ضغطوش عليه شي ناس اخرين ما كانش غادي يزيد يعايرها. من الاخر شروق قالت باللي هاد الناس اللي ضغطوا عليه ما هما الا ماها حيت هي خسرات فلوسها على التوجاد وجات شروق كتعيب ليها في الحفله وزادت شركات حتى خوله والطبقه حجه انه كان بيناتهم شي موقف اللي خلى كل وحده تطلق سميمو على الاخرى.
اخرى. اما بالنسبه للموقف ديال الحكومه وولد الشينويه من هذا الشيء كامل، فهو كيقول انه الفيلم ديال الحفله حتى هو تمثيل، وانها هي نيت كانت مفاهمه مع هواريو باش تخرج تسبو. صافي الاخر صدقات القفه مقلوبه عليها هي وياها. عيطت لي واحد السيده من طنجه، السلام عليكم. عليكم السلام، انا دايره واحد المناسبه وبغيتك تجي تحضر معايا. ما تنعرفها ما تتعرفني وعندي كلشي بالدليل. انا دايره هذه المناسبه وبغيتك تجي تحضر معايا وبغيتك تشرفني بالحضور ديالك، راه غيكونوا انفلونسور وغنخلصك. اوكي مرحبا، حيت هذوك المؤثرين كاملين اللي كانوا تما في ديك العراضه كلشي مخلصين، كلشي مخلص. باش نقول لكم ونتحدى شي واحد يطلع يقول انا ما مخلصش، كلشي هذوك المؤثرين كانوا مخلصين، ومنهم انا، منهم الحكومه، منهم كنا خوله على كلشي مخلص. تخلصنا، تفاهمت معاها على 10000 درهم. قالت لي واخا غنصيفط لك لافونس ومنين غتجي غنكمل لك فلوسك. قلت لها واخا مرحبا. مشيت وجدت راسي، شديت الطريق، مشيت لطنجه. دخلت شوفوا الفيلم اللي دار لي وانا في دار غفلون. شوفوا الباترونه، الباترونه ديك المسخه هي امها كيفاش ضحكت عليا. هذه ما تدويش لك على هواريو، تندوي لك على المسخه الاخرى مولات المناسبه كيفاش ضحكت عليا ولعبت عليا هي والباترونه ديال امها واللوبيه ديال خوها. استقبلوني، دخلت بركت في الطبله اللي فيها الانفلونسور اللي كلهم مخلصين على قبل باش نطاقيوها ونحطوا لي ريل ونديروا لي هالبز. شوفوا البشر كيف انا ما طحش لي على بالي. تفاهمت هي وهواريو باش هواريو تجي معروضه. وشوف هواريو منين ثبت، ما ثبتش مولات الحفله، ثبتني انا. شوف الفيلم كيفاش مدروس، انا ست الشمال، انا ست طنجه، وما تيقوش فيها، راه اكبر مسخه في الكره الارضيه. ما كملتش لي فلوسي مش. قالت لهواريو شوفي غتخرجي وغادا تمشي تسبي ولد الشينويه. بداو الناس اللي في طنجه متبعين هذوك هواريو تيتفرجوا فيها، قالوا لي راه ثباتك وهذا. انا كنت صافي ما نجاوبها ما والو، هي بركت حدايا وتقول لي لا نوض جاوبها نوض جاوبها. قلت لها اختي ما نجاوبهاش، علاش نجاوبها؟ نشعرها ندير لها البوز اللي ما عرفهاش يعرفها. تتقول لي لا جاوبها، مالا ما تسبكش ما تحضركش جاوبها. هما راه المسخه هي والباترون ديال امها الشوافه واللوبيه ديال خوها اللي عارف راسو شنو دار داخل الحفله، عارفين راسو ماش داروا، لانهم هما كانوا متفقين ودارسين الخطه عليا انا، حيت انفلونسور بزاف كانوا تماك. هما بغاو يستهدفوني انا او يستفزوني انا ونهضر عليهم انا، اللي حيت انا لنط الناس المغاربه كاملين تيتفرجوا فيا تيبغيو ديك المعاطي اللي تنتعاطاو باش هما يديروا البز.